السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين والمتابعات، نتمنى لكم دوام الصحة والخير. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. موعد الأعزاء الكرام مع جديد عروض بيم الجهوية اللي غادي تكون ابتداء من الجمعة الجاية 26 فبراير 2021، وغادي تستمر حتى الأربع 3 مارس 2021، تتشامل على العديد من العروض التخفيضية الاستثنائية، وغادي تكون بعض الجهات بإحدى المدن، وغادي نشاركها معكم بعد قليل، وغتلقوها في صندوق الوصف. وقبل ما نبداو في تقديم بعض التوضيحات على العروض، تنقدموا خالص الشكر للاعزاء المتابعين والمتابعات اللي تيهتموا بمشاهده ما نقدموه، واللي تيشجعونا وتيشكرونا وتيسولونا وتيشاركونا التجارب والاراء ديالهم على المنتوجات المعروضه. وتنرحبوا بالاعزاء الجدد اللي تيشاهدوا القناه لاول مره، ما ينساوش يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش ما يفوتهم حتى عرض تنشروه. اول عرض تتشاهدوه هو الزربيه التقليديه، الأبعاد ديالها 3 متر في الطول على 2 متر في العرض، وغادي تكون متوفرة بجوج موديلات. وبالنسبة للثمن ديال هاد الزربية كانت ب 400 درهم، ودابا خفضوا من ثمنها وغادي تكون 350 درهم، يعني 7000 ريال. كاين عرض ديال المقلاة الكهربائية خاصة بتحضير الفريد، ويمكن تحضروا بها مختلف الوجبات اللي تتطلب القلي، من صنع شركة كيوي، تستوعب 1 لتر، درجة الحرارة قابلة للتعديل حسب النوعية ديال الوجبة اللي غادي تقليو بها، وتتوصل حتى ل 190 درجة، وغير قابلة للالتصاق. معها شبكة بقبطة اللي تتوضع فيها المواد اللي غتقلى، تتطلب قوة كهربائية 950 واط، وغادي تكون متوفرة بجوج لوانات، اللون الفضي واللون الاسود. وثمن هاد المقلاة الكهربائية كان 200 درهم، دابا غادي تكون غير 150 درهم، يعني 3000 ريال. وغادي ننتقلوا لعرض آلة صنع الفطائر الكريب، مصنوعة من الألومنيوم من شركة إمبريال. الطاقة الكهربائية اللي تتطلب هي 1500 الواط. وبالنسبة لثمن هذه الآلة لصنع الفطائر، كان في العروض القديمة 175 درهم، وخفضوها في هذا العرض 130 درهم، يعني غادي تكون 2600 ريال. كاين شاحن للهواتف لاسلكي، يمكن لكم تستعملوه في السيارة، تيشارجي 7.5 و10 ديال الواط، من صنع أوتوير، وغادي يكون في اللون الأسود. وثمن هاد الشارجور اللاسلكي اللي تيخدم بلا سلك بدون توصيل بالكهرباء كان 120 درهم، وفي هاد العرض غادي يكون 90 درهم، يعني 1800 ريال. جهاز توضيب وتجعيد الشعر من شركة أبريلا، كان الثمن ديالو 200 درهم، ودابا غادي يكون غير 150 درهم، يعني 3000 ريال. مجموعة 6 ديال الكؤوس ديال القهوة، تيتكون 6 ديال الفناجين ديال القهوة و6 ديال الصحون الخاصة بالقهوة اللي تيتوضعوا عليهم الكؤوس، يعني 12 البياسة، متنوعين في الألوان، مصنوعين من البورسلين من شركة ناتيرالوف. وثمن هاد الطقم ديال القهوة كان ب 75 درهم، ودابا غادي يكون في هاد العرض 60 درهم، يعني 1200 ريال. مصباح منبه ومكبر صوت في نفس الوقت، تيخدم بالباتري وتيتوفر على البلوتوث، تيعطي إنارة تتشبه شروق الشمس في الصباح. من المميزات اللي متوفرة في المصباح المنبه ومكبر الصوت الراديو
موقد من النوم، وثمنه كان 200 درهم، دابا ولا غير 130 درهم، يعني 2600 ريال. نتمنى تشتركوا في القناة وتشاركونا التعليقات ديالكم والآراء والمعلومات على العروض اللي تتشاهدوا. كاين مصباح الديكور موجود بعدة ألوان، وتيعطي إنارة درجة 0.8 ديال الواط. الديمونسيو ديال هذا المصباح الخاص بالديكور اللي على شكل كتاب 14.5 سنتيمتر في 10.5 سنتيمتر في 1.5 سنتيمتر، وثمن هذا المصباح الديكوراتيف كان 80 درهم وصبح ب 60 درهم، اي 1200 ريال. رف ديال الحيط خاص بالاطفال تيتزوق به البيت ديالهم. هاد لي طاجير مصنوع من المعدن، وغيكون في العديد ديال الموديلات والاشكال، منها السياره وارنب وتاج. اما الالوان فهي الزرق والبيض والبني والوردي، والثمن هاد لي طاجير كان 50 درهم، دابا غادي يكون غير ب 30 درهم، يعني 600 ريال. مرايا ديكوراتيف ديامتر ديالها 25 سنتيمتر، كان ثمنها 50 درهم وصبحات ب 35 درهم، اي 700 ريال. منظم خاص بجمع حقائب اليد تيتعلق، وفيه 6 ديال البلايص. الديمونسيو ديالو 89 في 35 في 35 سنتيمتر، وغادي يكون متوفر بعدة ألوان، منها الزرق والوردي والرمادي والبنفسجي والخضر، من شركة هايفر هوم. وبالنسبة لثمن هذا المنظم الخاص بحقائب اليد، كان في العروض الفايتة ب 40 درهم، ودابا خفضوه ل 20 درهم، يعني 400 ريال. هذا العرض الجهوي ديال بيم خاص ببعض الجهات الدار البيضاء، ومنها جهة عين السبع وسيدي عثمان والبرنوسي وتيطم الليل، وممكن يكون جهات أخرى، فمن الأفضل تسولوا وتأكدوا من أقرب بيم ليكم. راه في الغالب تيعلقوا منشور العرض منين تيقرب الموعد ديالو، واللي غادي يبدا من الجمعة الجاية 26 فبراير 2021، وغيستمر حتى الاربع 3 مارس 2021. كاين علبة لوضع الوجبات، الابعاد ديالها هي 145 على 145 على 89 ملم. ثمن علبة الوجبات كان 13 درهم، دابا غادي تكون 9 دراهم، يعني 180 ريال. ومع آخر عرض من العروض التخفيضية اللي هو قنينة لحفظ السوائل خاصة بالوليدات، تتستوعب 500 ملليلتر أي نص سيترون، وغادي تكون بلوانات وزواقات متنوعة. وبالنسبة للثمن هذه القنينة كانت ب 20 درهم، ودابا أصبحت 15 درهم أي 300 ريال. هذا العرض خاص ببعض الجهات بالدار البيضاء، منها جهة عين السبع وسيدي عثمان والبرنوسي وتطم الليل، وممكن يكون في جهات اخرى. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد من العروض واضافه التعليق وجيم للفيديو. الدعم ديالكم استمرار لنا. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.